ليك شرف، ليش واقف عندك ما تجي؟ لك وين كنت؟ شو اخرك لهلا؟ اه توليب خانم بدها تروح على المشفى، جهز السياره فورا. هو انا رايحه اخبرها انه السلطان شرف اخيرا مشان تنزل. اه تليفونك ما عاد تسكره والا بقلعوك. كان مشغول بالي كتير، اتصلت بجيهان لأطمن. مجد أنا بعرف إنك كتير مزعوج، الحق معك، غلطت لأني ما خبرتك عن مبارح، بس رح أحكي لك الموضوع. لا تحكي شي، أنا شفتك راكبة باليخت. شفتني؟ أنا آسفة كتير، أنا ما قلت لك لأني كنت متأكدة إنه ما رح توافق، ولأني كنت حاطة براسي ومعندي إني روح، ما حبيت إنه نتخانق على الفاضي. أنا بس أجلت الخناقة، شو رأيك نتخانق هلا؟ مجد، بارح كان عيد ميلادها للخانو، وعملنا لها الحفلة مفاجأة، وأخذت جهاد لهونيك كمان، قلت بركي بغير جو، بس ما كملنا السهرة. جهاد زد حاله بالبحر وكان رح يموت. مجد اسمعني. جوري أنا بدي. وقف، أنت لا تقول شي تمام؟ اسمعني بس وبعدين قول لي بدك إياه، حتى ما في داعي نحكي. شو جوري؟ بعرف انه هالمحابس ما رح ينشلحوا من ايدينا بعد اليوم، ومتأكدة انه صح اللي عم نعمله، وما رح اسمح لأي شيء يأثر على قرارنا بالمرة. ومحبسي وينه؟ محبسك؟ يلا لشوف، لبسني اياه. بجيبتك مخبي مو؟ يلا. بموت فيكي أنا. خلص هلا صار فيك تحاسبني، عيط صرخ بهدل، المهم انك ترتاح. بعدين صحي، شو كان بدك تقلي؟ يلا لشوف. انا شو كنت بدي اقلك؟ شو بيعرفني، مو كنت بدك تحكي شي من شوي؟ توليب خانم كان فاضي شحن موبايلي وهلا لحتى شفته، لا تواخذيني. تفضلي.